أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامجكم الصحي صحتك أولا. تعتبر البطاطا من الخضار الغنية بالكربوهيدرات المركبة التي تدخل إلى مجرى الدم ببطء، وبالتالي فإنها تمنح الشخص الشعور بالشبع لفترات أطول. وفي حلقة اليوم سنتعرف أكثر على عديد الفوائد الموجودة في البطاطا، فأهلا بكم. توفر الحبة المتوسطة من البطاطا 30% من الاحتياج اليومي للجسم من فيتامين سي و28% من البوتاسيوم، وتوفر 16% من الاحتياج اليومي من الألياف و39% من فيتامين بي 6. كما أن حبة صغيرة من البطاطا المشوية تزود الجسم ب80 وحدة حرارية. تعتبر البطاطا مصدرا جيدا لفيتامينات بي، وخاصة فيتامين بي 6 الذي يلعب دورا أساسيا في تجديد خلايا الجسم وتنظيم المزاج. والبطاطا أيضا مصدر مهم للبوتاسيوم، وكذلك النحاس وفيتامين سي والفوسفور والنياسين والألياف الغذائية. تحتوي البطاطا على بعض الأحماض التي تساعد على خفض ضغط الدم، بالإضافة لاحتوائها على مادة الفلافونويد التي تحمي القلب والشرايين، وحمض البانتوثونيك الذي يمنح البطاطا خصائص مضادة للالتهابات واقية من الإصابة بالإسقربوط والسرطان. تناول البطاطا المسلوقة أو المشوية يوفر لأجسامنا العديد من العناصر المفيدة، ولكن أنصحك عزيزي المشاهد بتجنب البطاطا التي أصبح لونها أخضرا، لأنها تحتوي على مادة سامة تتسبب في اضطرابات في الجهاز الهضمي. يتحقق شعارنا صحتك أولاً.